عماد الزكي كان حارس مرمى المنتخب المغربي خلال فترته الذهبية في مونديال 1986. كما كنعرف الجميع بان المهنه ديال المدرب كتكون عامره بلا بريسيون، عامره بعده مشاكل اللي كتحيط بها كره القدم او اللي كتحيط بها المهنه بصفه خاصه. لهذا لابد من شويه ديال الوقت ديال الراحه تاعي، اما كان خصو ركوب الخيل او لاشاس سومارين ولا لاشاس بحال شكل، ومطابق الحال كنلقى الراحه تاعي وكنلقى كنديس ستريسا، وكما تنقولوا كنجي كنشارجي لي باتري من جديد. ومن طبيعه الحال كنلقى عاوتاني ملي كنرجع للعمل تاعي كنرجع بواحد القوه وبواحد الحماس وبواحد منظور اخر. قد تكون الرمايه احدى هوايات الزاكي الحاليه، لكن هوايته الاساسيه كانت ومنذ صغره صد رميات الاخرين. تنظن ان ملي كنت واخا فكرت امك حارس مرمى، لان ملي خرجت عرفت كره القدم حتى واحد ما دفعني باش تكون حارس مرمى. انا اللي كنت بغيت هذاك المكان، وليت كنلعب لا في ملعب الزنقه تاعي في الزنقه ولا في ديما حارس مرمى. واللي شافني من الصغر تاعي الا كان كيتنبأ لي بواحد مستقبل كبير في هذا المجال. والحمد لله تنظن بان الناس اللي تنبؤوا والعارفين بخيبات كره القدم كان تنبؤ تاعهم صادق. بعد 8 سنوات في صفوف الوداد البيضاوي سطع نجم الزاكي مع المنتخب المغربي في مونديال المكسيك 86، فقد تمكن من الحفاظ على شباك أسود الأطلس نظيفة ضد كل من بولندا وإنجلترا، ليساهم بالتالي في تأهلهم إلى الدور الثاني لأول مرة بعد التغلب على البرتغال. المباراة التالية ضد ألمانيا الغربية كانت بالفعل سبب بروز الزاكي كحارس مرمى لا يشق له غبار، حيث أنه قام بإحدى أجمل الصدات في تاريخ كأس العالم. لوزالوفس مع اللاغوش برجل اليسرى، وكيخرج تمريرة قوية في عرضية في الأرض، وأنا كنت في قائم الأول، وكان كره هذا الرومانجي في القائم الثاني، واللي جات الكرة بوحدو أمام الشباك اللي تساوي كلها فارغة. وواحد الثقه كبيره في النفس، واحد القوه تضربها، ما عرفتش كيفاش انا نقص من القائم الاول حتى القائم الثاني، خديت الكره هو براسو شد في راسو وما امنش بعيني داكشي اللي كيشوف. من طبيعي الحال انا في داخل الميدان ما حسيتش داكشي اللي درت، ولاني ملي شفت اللقطه في التلفازه هذا عرفت ان في الكره كل شيء مستحيل. لكن المغرب لم يتمكن من الصمود امام منتخب المانيا الغربيه القوي طول المباراه. يعني خطا ديال الحائط، او نقدر نقول عدم المدرب اللي ما ديزيناش الاسماء ديال الحائط باش يمكن لهم يطبقوا التعليمات، وكل واحد يعرف بانه هو كيخصو يكون في الحائط وما يطيحش الوحيه وفي خطا يخرج من الحائط في واحد الوقت اللي هو حساس. يعني فراكسيون سكوند وقعنا في واحد لا كونفيزيون اللي ادينا فيها الثمن، هو الاصابه في اخر دقيقه من المباراه. بعد الاداء المتميز للمغرب في المكسيك، اختير الزاكي كاحسن لاعب في افريقيا من قبل احدى ارقى المجلات الرياضيه الفرنسيه. الكره الذهبيه اللي كنت فزت بها في 1986، واللي كان زعما ماشي كل سنه كتفوز بالكره الذهبيه، يمكن تفوز بها في طيله 20 سنه او ما تفوزش بها نهائيا. وكانت تتويج ماشي الشخصي، كانت تتويج المجهودات تاع اللاعبين اللي ساعدوني في ديك الفتره. فانا فخور وسعيد انك كنت واحد من اللاعبين الافارقه اللي توجوا في المشوار تاعهم بهذا التروفي اللي هو مهم. الزاكي لعب بعدها في صفوف نادي آيس مايوركا الإسباني لستة مواسم قبل أن يعود إلى المغرب، وفي عام 2002 قرر دخول عالم التدريب عبر الإشراف على المنتخب الوطني الذي كان قد قدم أداء باهتا في كأس أفريقيا للأمم عام 2000 و2002. الزاكي تمكن من قيادة فريق شاب لا يمتلك خبرة كبيرة نحو التأهل إلى كأس أفريقيا 2004 في تونس،
لكن التوقعات لم تكن كبيرة منهم. يعني من بعد ما تأهلنا حتى واحد ما كان كيراهن بأن المنتخب المغربي يقطع ذاك المراحل، وبالأخص طاح في مجموعة ديال نيجيريا جنوب إفريقيا والبناء. وكان ذكروا بأن المنتخب المغربي في 2000 كانت مع نيجيريا وما داش، في 2002 كانت مع جنوب إفريقيا وما داش، في 2004 كيجمعهم بجوج. أسود الأطلس لم يكتفوا بالحصول على المركز الأول في مجموعتهم، بل إنهم تأهلوا إلى المباراة النهائية بعد أن فازوا على مالي 4-0. لكن المباراة النهائية لم تكن سهلة أمامهم، خصوصا وأنهم لعبوا ضد المنتخب التونسي على أرضه وبين جمهوره، حيث تلقت شباقهم الهدف الأول في الدقيقة 5. يوسف المختاري استطاع أن ينتزع هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول. لكن هدف زياد الجزيري في الشوط الثاني كان كافيا لضمان اللقب الأفريقي لأصحاب الأرض، ورغم ذلك فقد كان التأهل إلى النهائي كافيا لإسكات كل منتقدي الزاكي. كنظن بين الناس اللي كانوا كيأمنوا بينا بأن كنا على حسن ثقتهم، وبين الناس ديال النقاد اللي كانوا كينتقدونا بان راه مشينا لتونس مش باش نرجعوا باش نهزوا الرايه ديال المغرب وباش ندوب على الاحسن ونصرفوا كره القدم الوطنيه. والحمد لله كما شاف الجميع وصلنا حتى النهايه، ولولا شويه ديال الحظ او بعض الاخطاء البدائيه لجبنا الكاس معنا. بعد الانتهاء من كأس أفريقيا بدأ المغرب خوض غمار تصفيات كأس العالم 2006، لكن نقطة واحدة حالت بينه وبين التأهل. الزاكي قدم استقالته، لكن شعبيته العارمة ظلت كما هي. ثقافة كبيرة استقلت لأن ما نجحتش، ما نجحناش الكأس العالم، خليت فريق كبير، فريق واصف البطل، فريق في ظرف 3.5 نهزم هزيمة واحدة هي اللي كانت في النهاية، يعني في 24 مباراة نهزم مباراة واحدة واللي كانت في النهاية. في انتظار العودة إلى الملاعب الخضراء بإمكان الزاكي أن يستمتع ببعض الراحة ويفتخر بما قدمه من خدمات ليس فقط للكرة المغربية بل والأفريقية والعربية أيضا. أنا كان واحد من الجيل اللي حصلوا الشرف كان محظوظ باش نكون مع ديك المجموعة ديال 86، واللي كان أول منتخب مغربي وإفريقي اللي كيدوز الدور الثاني، ومن طبيعة الحال اللي عطينا واحد الدفعة وواحد شحنة قوية باش المنتخبات الإفريقية تشارك أكثر من جوج ديال المنتخبات واللي وصلت حتى 5. لهذا فأنا فخور بداك السجل واللي كنت أنا واحد منهم.